عايزك تنام رجال على قد ما قدرتك. هنمسح الخريطة بالشبر. أنا عاوز أنكش على الواد ده وسط المسافرين على المراكب. لو عدى البحر عايز أعرف طلع منين وراح فين وإمتى. مع السلامة. نعم يا سيدي. هو ده بقى الفيديو اللي بتلبسني عشانه في سرقة بنك وقتل راجل غلبان ملوش ذنب. ده فين كوبرا؟ عاوز تنهي الحوار؟ أمين. اتقابل في الحتة اللي أنت تختارها وليك الأمان. أنت تسكت وتنفس. رجالتك اللي اتقبض عليهم يروحوا يبرقوني ويبلغوا على أخوه. وإلا على النعمة يا شيخوخ. تولع ما تيجي تطفيها إلا ما توقف وشك من تاني. ولا اصحى للكلام. ده مش لعب عيال. اللي عندك تجيلي وقضي الامر والا قسما بعز جلاله الله عيلتك كلها هيتعلقوا على باب المقدره زي الذبيحه. بلغ عزيز الخيال ان الارض معايا وان اهلي مش سعادي في حمايته. لو حد فيهم اتخدش هو عارف انا هعمل ايه. كبرى عايزك تعقل وتهدى. اللي انت عامله ده هيهد الدنيا كلها فوق دماغتنا كلنا. تعالى بس واللي انت عاوزه هيكون. ما عادش فيها يا شيخون. انا عملت اللي عليا. قابل بقى اللي جاي. ولا نيل ماشي. على الاقل عرفنا ان هو جوه مصر. قلت لك عيل ابن حرام ملوش عزيز. حط راسك قدام راسه يا عجل. لو عشان اخوه قسما بعز جلاله الله لو فديته بيك ابقى انا خدمت نفسي. غوريا هو ولا اقول لك انا اللي همشي. انت عايل مالكش عازه. لما تسمع الرسالة دي امسحها ولو ما عندكش التلغراف ده نزله عشان أكلمك عليه. ولا سيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت سبتني وهبقى وانا قضيت ليله في الحجز سواء. انت اتشديت هنا ولا ايه؟ اوعى تكون قلت لهم على حاجه. انا اعرف حاجه عشان اقولها بس اللي انا سمعته ان العيال طافوا عليه والقضيه لابساك لابساك. اه عرفت. واللي سمعته برضه ان في ظابط. خلاص ما تسدهاش في وشي بقى يا سيك. بقول لك ايه؟ عايزك تروح تطمن على امي واخواتي وتطمني. اتشطف بس واستحمى واكل لقمه عشان بص. ماشي. ما تبعتليش غير على البرنامج ده، اي حاجه تانية ما تبعتش عليها. ماشي؟ سلام يا إيجار. تمام. يلا سلام. بتسلي نفسك أنت كتير على النت اليومين دول يا جمال. أهو مجرد كلام في المطلق. واللي على راسه بطحة بس هو اللي هيقلق. لا أنت محدش يقلق منك خالص. لأنك فاضي. زي خزنتك اللي في البنك. عجبتك اللعبة دي؟ اه بس ده هدف عكسي يا عزيز. في الاول كان محدش يعرف اللي على الهارد ده غيري انا وبس. دلوقتي مش بعيد تلاقيه في ايدين الطلبه في المدارس بيتفرجوا عليه في الحمامات. اه اطلب لك حاجه حلوه. حاجه حلوه عامله ايه يا بنت سماح؟ طمنيني عليكم. احنا بخير يا علي. طمني انت عليه. دفعت جامعه عبد الرحمن؟ دفعت. دي الفلوس كلها راحت على المدعوقه اللي اسمها الجامعه. احنا بنموت. احنا بنموت مش لاقيين ناكل يا كوبرا. عايشين على ماء بسكر. انت مش ربنا رزقك بسرقه حلوه؟ ابعت لنا دولارات بقى. طب ابعت لنا دولارات. ابعدي اللغد ده من قدام الله يكرمك يا سماح. بس بقى
سيبك من الجامعه والفلوس والكلام ده وقول لي انت عايش ازاي، بتعمل ايه؟ انا كويس، تقلقيش عليا. ولا عبدو، عاوزك تفكك من كل الحوارات دي وتركز في المحاضرات. حاضر يا علي. امال امي فين يا سيك؟ عايز اكلمها. ياما كوبا عايز اكلمك ياما. ايه يا سيك، هي عيانه ولا ايه؟ لا ايه ده بس يا علي، مفيش حاجه. اهدى ايه؟ هي امك بس يعني. ايه ياما، صدقتيهم ولا ايه؟ اقسم بالله انا ما قتلت حد، انا عملت عمليه البنك دي مخصوص عشان ابعد عنكم الاذى. سامعاني ياما؟ ردي عليا. معلش يا علي، اديها بس وقت تهدى وبعدين كلمها. ما بلاش الطريقه دي في الكلام، عشان انا وانت عارفين كويس قوي ان شداد وحريقه اللي اتمسكوا دول من رجالتك، وانت قدامك اختيارين، يا تديني الهارد يا بلغ عنك. روح بلغ يا باشا، ولا عمري سمعت الاسامي دي. وبعدين كلمه رجالتك كبيره قوي، وعدم المؤاخذه شايفني عصباجي قدامك. انا المحامي بتاعي راح وقابلهم وفهمهم ان الرئيس بتاعهم هو اللي بعته واعترفوا له بكل حاجه، وبعدين دول اسمائهم موجوده في الاوراق بتاعه المجزر. وعدم المؤاخذة، المجزر دخل التنسيق وانا مش واخد بالي؟ مجزر بيلم صالح على طالح، عمال من هنا ومن هنا ومن كل حتة. من غير كلام كتير، انا جايبك لحد هنا علشان نحل الموضوع بشكل ودي، وإلا مفيش قدامي غير ان ابلغ البوليس. قلت ايه؟ روح بلغ يا باشا، انا عارف ان انت راجل صحفي وبتسجل وحاطط كاميرات، وانا قدام الكاميرات اللي انا مش شايفها دي بقولك ان انا راجل نظيف وزي الفل. نظيف يعني في المكالمة اللي حصلت بينا ما قلتليش انك هتنفذ كل الأمورك دي؟ قلت، واقولها لك تاني، انفذ اللي تأمرني بيه وارجع حقك لو مظلوم، لكن لو الحق ده جه على حق حد هاخده منك. انا ربنا خلقني في الدنيا دي عشان ارسل عدل بين الناس، تقوم انت تيجي وتسرقني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عارف انا جيت المكان ده ليه. ايوه يا عزيز بيه، اللي توقعته حصل بالظبط. تمام حربي، لو عرفت اي حاجه تيجي تبلغني، لو المعلومه جاتني من بره مش منك هجيبك. يا باشا عيب، كارتك كلام يعدي عليك قبل ما يوصل لوداني. بتجيب الكلام ده منين يا حربي؟ من دكان الكلام يا باشا. استنى بس يا دكان الكلام، انت فيك ايه؟ كويس؟ ايه اللي فيك ده؟ دي نطحه دبيحه يا باشا. طب خلي بالك من الدبيحه، اتكل. سلام يحيى. سلام. بسم الله. خير؟ جودي كويسه؟ جودي كويسه، ما فيهاش حاجه. انا هنا عشان حضرتك طلبتني. انا طلبتك؟ انا منال صالح المحلاوي، اخت علي صالح المحلاوي. اخت كبرى؟